فيقول ربي وأحق القول قول ربي واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. هذه هي الدنيا، هذه لمن فهم الحياة، لمن فهم الموت، أن الدنيا زائلة وسريعا أنزلناه فاختلط فأصبح هشيما تذروه الرياح. اسمع اسمع، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الله دواء والله، هذا الدواء يقول لك، يقول ربنا جل جلاله سبحانه جل في علاه أن هذه الدنيا بما فيها زائلة، وهذا الذي تفرح به المال والبنون زينة، والزينة الشيء الزائد على الأصل سريع الزوال. الزينة مثل مكياج المرأة، بمجرد أن تغسل وجهها يظهر قبحها، يظهر أصلها، تبين على حقيقتها. المال والبنون يزولان بسرعة بسرعة، زينة وليست لهما قيمة. المال والبنون زينة، زينة الحياة الدنيا، والباقيات الباقيات الباقيات. صح عن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال الباقيات الصالحات. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ألا تحب أن يكون لك هؤلاء الأولاد الخمسة؟ ألا تحب أن تكون لك هذه الملايين الخمسة، هذه الباقيات بعد الذاهبات؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير آمالا. يا أصحاب الآمال العريضة، ستحبط آمالكم، ليس في الدنيا أمل. يا أصحاب الآمال الطويلة، ستزول آمالكم، ستموتون دونها. لذا الذي يفهم الموت يفهم الحياة، فتجده مستريح البال، هادئ الضمير، راضيا، قريرا، مشغولا بالعمل.